لا انا مش كده كده مش عايز فوانيس، انا عايز اروح الدقي. ان شاء الله ان شاء الله تروح الدقي يا ريس. انا عايز اروح الدقي. الفوانيس دي ب 15 جنيه في الفلوس ولا حاجه بقى، خلاص. وانا حكيت لك حكايه يوم. يا عم انا مش محتاج فوانيس، انا عايز اروح الدقي يا ريس. لابد ان تسمع مني حكايه لميس بنتي. لميس هي اللي شجعتني على صنع الفوانيس. كانت لميس في الرابعة عشرة من عمرها، وأتت إلى أبيها خميس ومعها فانوس صغير، وتحدثت إلي بقلب متقطع وقالت: أبي. يا عم أنت هتحكي لي حكاية؟ أنا عايز أروح الدق يا ريس، ولا عايز فوانيس ولا عايز حاجة. أبي أبي، لقد باظ الفانوس يا أبي، ماذا أفعل يا أبي؟ ما قدرتش أشوف البنت فانوسها بيبوظ. قلت لها: أنا من النهاردة هجتهد وهبقى خميس بتاع الفوانيس. هو أنت مالك؟ في مالك؟ أنا حاسس إن أنت فيك حاجة غريبة كده، مالك؟ أنا مفيش حاجة غريبة، أنا عايزك تتفق معايا عشان خاطر البت الغريبة. أنا مش عايز فوانيس ولا عايز حاجة، أنا عايز أروح الدق يا ريس. إحنا رايحين الدق يا حضرتك. طب يلا يا ريس بقى، يلا. لا يا سيدي، أنا أول واحد بعتوا لي الزعماء قالوا لي: نود أن نصنع معالج جيد من المفرقعات الصغيرة. ماشي ولع يا صندوق ولع. ايه يا عم انت بتعمله ده يا عم؟ يا عم ده انت بتعمله ده يا عم؟ انت تعبان يا عم ولا ايه؟ قفش معاك انت، دماغك تعبانه؟ قفش معاك يا سيدي، مالك؟ قفش ايه وزفت ايه؟ يا اخي بهزر معاك، بخرجك. يا عم ما تهزرش معايا يا عم، بخرجك من الموت. مالك؟ ما تهزرش معايا يا عم، انا عايز اروح من الدوي ومش ما تهزرش معايا. خلاص مالك فيه؟ ما كانش فيه ايه؟ بقول لك اشتري فوانيس واديك الدوي يا اخي. خلاص انت راجل رخم قوي. ليه؟ طب الغلط ليه؟ طيب يا ولدي انا بقول لك، طب خد فوانيس. يا عم ولا فوانيس ولا بتاع، انا عايز اروح الدقي وخلص، انا مش عايز فوانيس. خلاص انا مش هتكلم معاك تاني، واخر حاجه احكي لك عليها حكايتي مع الفانوس السحري اللي ابويا سابه. مرحوم مرحوم. خد ادعك الفانوس ده وقول له اطلع يا ميشو من جوه. فانوس ايه اللي ادعكوا يا عم؟ ادعكوا وقول له اطلع يا ميشو. يا عم فانوس ايه اللي ادعكوا؟ ادعكوا وقول له اطلع يا ميشو. اطلع ميشو؟ يا عم انا عايز اروح الدق يا عم، انا مش عايز فانوس. مش هتروح الدق بقى غير لما تطلع ميشو من الفانوس. يا عم ولا ميشو ولا بتاع يا عم، فكك مش هوصلك الا لما تطلع. دماغك تعبانه يا عم. انا مش هوديك الا لما تطلع ميشو من الفانوس. هو انت يا عم دماغك تعبانه؟ طلع ميشو من الفانوس، ميشو جوه الفانوس طلعه. يا عم ولا طلع ميشو؟ طلع ميشو، اركن على جنب. ميشو في الفانوس يا عم ولا ميشو ولا سيف؟ طلعه ادعك وبوس. يا عم ولا ميشو ولا سيف؟ ادعك وبوس وطلع ميشو من الفانوس. يا عم اركن على جنب وبلا ميشو ولا بتاع، اركن على جنب. اركن على جنب يا عم، بس مفيش ركن. يا عم اركن نزلني، مش هنزلك غير لما تطلع. يا عم اركن نزلني يا عم.